الشركه ديال كيفالو توب بدات في 2018، وهي كتلعب واحد الدور ديال وسيط كيتيقوا فيه الناس ما بين البائع والشاري ديال السيارات المستعمله. حنايا البائعين ديال السيارات كيكلفونا بكاع المراحل ديال البيع ديال الطوموبيل ديالهم. حنا اول حاجه كنديروا هي كنصيفطوا واحد الخبير اللي كيمشي كيراقب هذيك السياره عن اكثر من 150 نقطه باش كنتاكدوا بان هذيك السياره مزيانه، حيت في الاخر كتبقى هذيك هي السمعه ديالنا. من بعد كنديروا واحد التقويم ديال هذيك الطوموبيل على حسب الحاله ديالها وعلى حسب السوق، وكنبقاو مع البائع حتى كنلقاو له واحد الشاري. نهار كنلقاو واحد الشاري كندوزو ديك السياره لا فيزيت، وكنجي كنجمعوا كاع الوراق اللي غادي يحتاجوهم باش يتكاتبوا ويبدلوا الاسم ديال مول الطوموبيل ما بين البائع القديم والشاري الجديد. هذه من واحد الحال. من واحد الحاله اخرى، حنا كيفال كنخدموا مع واحد لي بارتنير ديالنا اللي هما مؤسسات التمويل وديال لاسيغونس، باش كنجيبوا واحد لا سوليوشن اللي هي كلي اون مان، كل حاجه كل شيء في بلاصه واحده للمشترين ديال السيارات المستعمله. عن طرف كيفال كنعطيهم الامكانيه باش ياخذوا لاسيغونس ديالهم ديريكتومون، وباش كيقدروا يمولوا هذيك الطوموبيل بواحد الكريدي بثمن منخفض. فهاد الظروف اللي توقعنا فيها حاليا في هاد الاشهر القادمه مع فيروس ديال كورونا، بصراحه تاثرنا بزاف، لان اولا مع الغلوق ديال لي سونتر ديال فيزيت تكنيك ولا ديال سيرفيس دي مين، ما كانش يمكن دير اي بيع ديال السياره بطريقه قانونيه في المغرب ما بين فتره 15 مارس و 15 يونيو. ولكن الحمد لله بعد ما تحلات هاد الادارات ونا غوبخي لاكتيفيتي ديالنا شويه، والحمد لله مشينا مزيان. لان شنو لاحظنا هو ان الزبناء ولا المغاربه بصفه عامه ولاو كيشوفوا بهذاك بملك السياره ك اون سيكوريتي في هاد الحالة الصحية التي كنتعرفوها والمشاكل اللي كيتعرفوها لي ترونسبور اون كومان في هاد الفترة. بحال دابا التران، الكار، التراموي، من اليوم من نهار الله غدا ليه كل شيء يقدر يتحبس. إذا لو فات دافوغ واحد السيارة ديالك كتبقى واحد الاستقلال اللي كيكون عند الكونسوماتور في هاد الحالة هذه ديال فيروس كورونا. هذه من طرف آخر هو استفاد السوق ديال السيارات المستعمله بتخفيضات اللي داروها بائعين ديال السيارات الجديده، وتسهيلات في لو بايمون اللي بحال دابا كيمكن لك تشري الطوموبيل ديالك دابا وتبدا تخلصها حتى ابتداء من 2021. وقيلا بزاف ديال الناس شافوا هذه الاشهارات. حنا في كيفال عندنا واحد لافونتاج مقارنه باخر بائعين الاخرين ديال الطوموبيلات ديال السيارات المستعمله، هو عندنا كاع الماركات ديال الطوموبيلات تقدر تلقاهم في كيفال. ما عندناش ماركه خصوصا خدامين عليها، وتا الاسعار ديالنا كيبداو من 50000 درهم، 5 المليون حتى وقيلا تقريبا شي 50 مليون، 500000 درهم. حنا كنخدموا في اربعه المدن، الدار البيضاء، الرباط، مراكش وطنجه. في اي هاد المدن غادي تلقى واحد الخبير ديال كيفال اللي هو خدام معنا امبلويي زعما سي دي ديال كيفال، اللي كيقدر يمارس العملات ديالنا تما.